نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الأخت تقول: تقضي المرأة المسلمة غالبا كثير من الوقت في المطبخ مشغولة بإعداد الأنواع من الأطعمة، فيفوت عليها اغتنام أوقات الشهر. يا شيخ، هل من توجيه لها وهل تؤجر في إعدادها للأطعمة؟ نعم، هي مأجورة في هذا، لأنها تعد الطعام للصائمين، وهذا من التعاون على البر والتقوى، فهي مأجورة في هذا. ولا يمنعها الطبخ والعمل من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة ما تحفظه من القرآن، لا يمنعها هذا الطبخ من ذكر الله عز وجل. نعم.